بص، موضوع استقاله الدكتوره رانيا علوي ده شيء يخصها. الدكتوره رانيا كانت موجوده واتناقشت في المنشطات واتناقشت في الحاجات. طب ما محطوطه المنشطات، محطوطه بكل تفاصيلها يعني، واخد بالك انا اقصد ايه؟ وكانت موجوده في المؤتمر، والكلام اللي في المؤتمر كان مذاع وموجود في النيل الرياضه وموجود على اليوتيوب وموجود على الموقع الالكتروني بتاع الوزاره على فكره، تقدروا تاخدوه انتوا وتنزلوه وتشوفوا اللي اتحط في اللائحه هو الكلام يعني التوصيات بتاعه المؤتمر على الموقع الالكتروني. حضرتك نزلها وشوف اللي اتحط، هل اللي اتحط ده كان مجال حوار وحراك مجتمعي موجود ولا ما كانش موجود؟ ان الدكتوره رانيا اسم كبير، كنت اتمنى ان هي تكون يعني تاخد المواضيع يعني بشيء من الاتزان، لان هي شخصيه لها يعني احترامها في المجتمع المصري، وهي تعلم يقين ان احنا اجتهدنا عشان نعمل حاجه معينه. انما طبعا انا مقدر ان هي موجوده ما بين مجلس اداره وما بين رؤيتها الخاصه للرياضه المصريه.